السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي لعبة اسمها سيتيز سكاي لاينز، بيخليك تعمل مدينتك الخاصة بيك وتشوف لو انت بقيت المحافظة هتعمل ايه. خلينا مثلا نختار المنطقة هنا، هنا بيقول لي الريسورس قد ايه، توفر المياه قد ايه، ممكن أماكن تانية غير المياه فيها قليلة، أماكن تانية فيها المياه كتير، بس لازم مياه، مفيش حياة من غير مياه. تمام، خلينا نختار دي مثلا وأقول له ستارت. هي لعبة صراحة ممتعة وإدمان، ومفيهاش تدمير مش زي بعض الألعاب التانية بتكون دماغك إنك تدمر المدن اللي حواليك. لأ، أنت هنا مش عارف بيحصل حوادث طبيعية وأنت بتبدأ تعالجها وهكذا. يعني أنا ممكن تلاقي فيضان، نيزك، كذا. تقدر تعمل شبكة طرق، تقدر تعمل مترو، تقدر تعمل، في ناس قدرت تعمل تخطيط مدن كاملة يعيش فيها مليون شخص. تمام. طيب احنا هنبدأ طبعا ايه من الزيرو، بيدينا حتة أرض فاضية وبنبدأ نعمرها، ولما الناس بتبقى راضية عننا بيدفعوا الضرايب ومبسوطين وهكذا. ده شبكة الطرق اللي عندنا، فأنا عايز أعمل شبكة طرق وحوالين الطرق دي هبدأ أعمل البيوت. طيب بقول له عايز أبني البيوت، ممكن تختار بقى ايه بقى خط مستقيم. أنا عايز أبني الطرق بتاعتي بالشكل دوت. تمام. طيب عملنا شبكة طرق بالشكل دوت، ممكن اقول له بقى انا عايز بقى طريق مثلا من هنا لهنا، يكون ايه واخد منحنى كده مثلا. ونعمل واحد تاني، نعمل واحد تاني مثلا من هنا لهنا. نكمل؟ لا، خلينا نعمل شوية بيوت ونعمل لهم الخدمات بتاعتهم قبل ما نبدأ نكمل. خلينا نقول له احنا عايزين مثلا، خلي بيقول لك هنا عندي طلب كتير على المباني السكنية، اقول له ماشي اعمل لي مباني سكنية، وهدوس هنا بحيث ان انا اقدر اختار مجموعة بيوت مرة واحدة يتعملوا مباني سكنية. أو ممكن تقول له أنا عايز الشكل دوت. طيب ما هو لازم الناس دي تسكن، يكون في محلات وحاجات زي كده. ممكن أقول له طيب أنا عايز الجزء ده مثلا محلات. طيب عايز بعد كده مصانع، هنبدأ نحط مصانع على أساس الناس اللي تيجي تشتغل. عدد السكان كام؟ زيرو، ودي الفلوس اللي معايا، فلازم أخلي بالي من الفلوس اللي معايا. طيب أنا عايز أحط كهرباء. تمام، بتبدأ بيطلع لك الحتت اللي أنت لو حطيتها كهرباء هتلاقي المنتوج عالي. طيب عايز أوصل بقى بين ده وده، خلاص مش لازم أخش لكل البيوت. طيب عايزين مية؟ أه عايزين مية، مينفعش مش من غير مية. تمام. هنبدأ مثلا نحط المية هنا كده مثلا أهو، ونبدأ نوصل لهم المية. تمام. طيب عايزين برضو صرف، اعمل لهم صرف برضو أهو، ودي ووتر درينج بايب أهي، بس خليها بعيدة عن المية عشان ما يحصلش تلوث. تمام. طيب في هنا طلب على ايه؟ بدأ يبقى في طلب على الحاجات الصناعية هيت. طيب اقول له بقى انا عايز مثلا مصانع، في مصانع موجودة اهيت. لو الاتنين قريبين من بعض هيحصل تلوث وهيقول لك احنا محتاجين وكده. طيب خلينا نيجي نبص هنا الوتر، مين اللي عايز ووتر؟ طيب المنطقة دي برضه لازم احط لها ووتر.
طيب يبقى في هنا الفايب من هنا الصرخ الصرخ برضو خلي بالك ما ينفعش الاتنين يمشوا مع بعض. أنا بيبدأ يقول لك على الملحوظات بدأ الناس يجوا هما بقوا 138 شخص تمام دي حاجة كويسة هيجوا هيعملوا تنشيط للاقتصاد. طيب احنا عايزين الكهرباء فين الكهرباء اهيت الكهرباء اهي قوله بقى وصل لي بقى من هنا اللي دي وبرضو انا عايز اوصل من دي يبقى كده انا وصلت الكهرباء تحت. طيب المية الحلوة المشكلة بقى ان هو ما بيرضاش يخليها تعدي بالشكل دوت. طيب هنعمل ايه بسيطة ممكن نعمل لو في مكان نعمل تحلية مية هنا ماشي لو مفيش هضطر بقى ان انا اقول له ايه هبدأ بقى أوصل الكهرباء أقول له وصل الكهرباء ديت دي الناس المصانع يعني. الناس هي الحمد لله مبسوطة تمام هتبدأ تيجي أكتر الناس هتقول لهم إن الناس دي بتعمل لنا خدمات أول ما بنطلبها تمام هو بيقول لك بقى المفروض المستوى ده توصل فيه ل 500 عشان تبقى نجحت وتتنقل ايه انت تبدا اكتر كل شويه بيطلب منك تحسن نفسك او تخلي فيه خدمات بحيث الناس تيجي